أكد صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد الخليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء على متانة العلاقات الأخوية الراسخة بين مملكة البحرين وجمهورية السودان الشقيق، منوها سموه بمسارات التعاون الثنائي المميز بين البلدين والشعبين الشقيقين وأهمية مواصلة تعزيزها على كافة الصعد. جاء ذلك لدى لقاء سموه حفظه الله بحضور معالي الشيخ خالد بن أحمد بن محمد الخليفة وزير الخارجية ومعالي الشيخ سلمان بن خليفة الخليفة وزير المالية والاقتصاد الوطني بقصر القضيبية اليوم سعادة السيد إبراهيم محمد الحسن أحمد سفير جمهورية السودان لدى المملكة، حيث رحب سموه بسعادة السفير. وتم خلال اللقاء استعراض مجالات التعاون المشترك بين البحرين والسودان وسبل تعزيزها على كافة المستويات، معربا سموه عن تمنياته للسودان دوام التقدم والاستقرار بما يحقق تطلعات الشعب السوداني نحو مزيد من النماء والازدهار. كما تناول اللقاء المواضيع ذات الاهتمام المشترك ومجمل القضايا على الساحتين الإقليمية والدولية. من جانبه أعرب سعادة سفير جمهورية السودان عن شكره وتقديره لصاحب السمو الملكي ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء على ما يوليه سموه من اهتمام بمواصلة تعزيز التعاون المشترك بين مملكة البحرين وجمهورية السودان، معربا عن تقديره لموقف مملكة البحرين الداعم دوما لنماء واستقرار السودان.